السلام عليكم. في الحقيقه كل المجال عملي، انا دكتور في الجامعه، فكنت حابب اوجه نصيحه صغيره لكل الستودنتس اللي داخلين ان شاء الله الجامعه السنه دي. في الحقيقه اغلبيه الطلبه بيبقوا داخلين الجامعه مش عارفين يعملوا ايه ديورنج الاربع سنين بتوع الجامعه دول. هل المفروض ان هو يخش يحضر اللكتشرز، يحضر السكشنز، يجيب جي بي اي عالي ويجيب اكسلنت في المواد وخلاص على كده، ولا في حاجات تانية المفروض تعمل ديورنج الاربع سنين بتوع الجامعه؟ لما جيت فكرت كده لقيت ان في خمس حاجات اساسيين لازم يتعملوا من الستودنتس فروم داي 1. اول حاجه ازاي امبروف النوليدج بتاعته، تاني حاجه ازاي انكريز السكيلز بتاعته، تالت حاجه ازاي انهانس الاكسبيرينس بتاعته، رابع حاجه ازاي امبروف اللانجويج بتاعته، واخيرا ازاي بيلد هيز نتورك اند هيز ريليشنشيب. تعال نتكلم فيهم واحده واحده ببساطه علشان نفهم. لو احنا مسكنا اول حاجه ازاي تنكريز النوليدج بتاعتك، يعني ايه تنكريز النوليدج؟ يعني تحاول تزود المعرفه وتزود المعلومات بتاعتك في الفيلد اللي انت دخلته. طيب ابدا منين؟ ابدا اول حاجه من البكالوريوس بتاعك. انت عندك اربع سنين، يعني انت بتتكلم في 8 ترمات تقريبا، والترم الواحد فيه حوالي 6 مواد، يعني تدرس حوالي افريج 48 ماده. لو انا غيرت الاوبجكتيف الاساسي بتاعي من ان انا بخش الماده علشان انجح للاوبجكتيف ان انا كل ماده فيهم عباره عن فيلد ومستقبل في الشغل، الموضوع هيختلف كتير. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لو انا مسكت ماده وليكن اسمها فاينانشال مانجمنت، اداره ماليه، لو انا دخلت عشان خاطر انجح في الاداره الماليه وخلاص، دي حاجه. والحاجة التانية ان انا دخلت عشان خاطر ابقى فاينانشال مانجر في شركة مالتي ناشونال، هتلاقي نفسك بعد ما بتخلص الشركة بقى، بتخلص الليكتشر والسكشن، بتروح البيت وبتبدأ تفتح كتب، بتفتح مراجع، بتجيب الانترنت وبتقرا ارتكلز عشان خاطر تنكريز النولج بتاعتك لوحدك. طيب تاني حاجة ايه؟ تاني حاجة يا ريت لو تقدر تحضر اي ايفنت، اي كونفرنس، اي ورك شوب، اي سيشن معمولة في المجال بتاعك. لو خدت معلومة واحدة من كل حاجة حضرتها فانت كده الفاليو اد دوت راجع لك انت. طيب ازاي ازود السكيلز بتاعتك؟ ودي تاني حاجه. في الحقيقه في حاجه مشهوره قوي في الجامعات وفي الكليات المصريه اسمها النشاط الطلابي او الستودنت اكتيفيتيز. في الحقيقه الستودنت اكتيفيتيز هو بيلعب على السكيلز، يعني بيحول المهارات الشخصيه بتاعتك 180 درجه للاحسن، عن طريق ان هو بيطور لك في الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز والنيجوشيشن سكيلز، وازاي تبقى بروبلم سولفر، وازاي تبقى ديسيجن ميكر، which is very important في الستودنت اكتيفيتي لانه بيخليك تبراكتس ده. طيب ان كيس ان انا دخلت وما لقيتش اصلا ستودنت اكتيفيتي موجود في الجامعه او في الكليه بتاعتي، فانا شايف انك تاخد الانيشيتيف تبقى فاوندر او بريزيدنت اوف اسم ستودنت اكتيفيتي بتاعك، ودي حاجه كويسه جدا للسي في لانك بقيت فاوندر لحاجه ما كانتش موجوده اوريدي قبل كده. تالت حاجه ازاي تنهانس الاكسبيرينس؟ هو انا المفروض كطالب يبقى عندي اكسبيرينس؟ ديفينتلي يس. طب انا بقى عندي ازاي اكسبيرينس؟ عن طريق حاجه اسمها الانترنشيب او عن طريق التريننج في السمر. رايك بعد كل ترم بتحاول تنزل شركه بتقعد فيها حوالي اسبوعين او حوالي شهر، بتاخد فيها اكسبيرينس اكنك بتشتغل، منهج بتاخد السي في بتاعك بيزيد، ومنهج بتاخد سيرتيفيكت وبتزود الاكسبيرينس بتاعتك. طيب في حاجه ثانيه برضو، انك ازاي تيمبروف اللانجوج. طبعا حضراتكم عارفين ان في مشكله كبيره جدا بموضوع اللغه، وان كل الشركات دلوقتي بتبقى طالبه انجلش. انا مش هقول لك زود نفسك في الفرنش ولا في الالماني ولا الكلام ده كله، ركز في الانجلش بتاعك. طب انا ازاي ازود الانجلش بتاعي؟ عن طريق يا اما هتاخد كورس، دي حاجه، او عن طريق انت هتبراكتس اللغه مع حد زميلك بره مصر، او عن طريق انك لو عندك في الكليه تو ميجرز نفس الكليه، في بالعربي في بالانجلش، يا ريت تحاول تخش الانجلش حتى لو انت الانجلش بتاعك مش كويس، صدقني هيفرق معاك كتير، لان كل الشركات دلوقتي بقت مالتي ناشونال، يعني بتبعت من كل الدول من خلاف العالم كله، وبتتكلم على حتى الايميل او الكوميونيكيشن كلها بقت بالانجلش. اخر حاجه ازاي تبيلد يور نتورك او الريليشن شيب بتاعتك. في الحقيقه انت ازاي تزود العلاقات بتاعتك دي مهمه جدا، عشان خاطر هو ده اللي هيساعدك انك تشتغل بعدين. انا ببدا اشتغل عليها فروم داي 1 من الثلاث حاجات او من الاربع حاجات اللي فاتوا احنا اتكلمنا فيهم. يعني على سبيل المثال لو انا دخلت كونفرنس او حضرت ورك شوب او سيشن، دوت هيعرفك على ناس ثانيه، ولو انا دخلت ستودنت اكتيفيتي فده هيعرفك على ناس ثانيه، ولو انا بقى تنزل ويبقى عندي اكسبيرينس وانزل انترنشيب وانزل مصانع فده هيعرفك على الناس بتوع الصناعه. فكل الحاجات اللي فاتت بتزود عندك الجزء بتاع الريليشن شيب. مهم قوي ان ابدا اعمل اكونت على لينكد ان وابدا اتعامل واتواصل مع الناس بتوع الصناعه فروم داي 1 ليا في الجامعه. طيب انا بتكلم على الخمس حاجات دولت ليه؟ علشان هم هيكريتوا حاجه مهمه جدا اسمها السي في بتاعك. انت في الاخر خالص بتكون السي في ليه؟ عشان خاطر ببساطه بص على الاتش ار مانجر بعد ما تتخرج، هو هيبقى قاعد كده اهوت وقدامه حوالي 300 سي في، فهو عايز يختار سي في واحد من ضمن السي فيز اللي موجوده قدامه. هيبص على ايه؟ هيبص على الشخص اللي عمل في خلال فتره الجامعه 1 2 3 4 5.
عنده سكيلز، عنده نوليدج، نزل اكسبيرينس، شارك في ستودنت اكتيفيتيز، وبالتالي السالري بتاعه هيختلف. مهم قوي انك تكون عارف ان اكوردنج للنوليدج والسكيلز والاكسبيرينس اللي عندك السالري بتاعك هيزيد او هيقل. الكلام دوت انا كنت حابب اقوله لكم عشان تبقوا داخلين الجامعه وعارفين انتوا تعملوا ايه في خلال الاربع سنين. حاولوا يا ريت تشتغلوا على نفسكم من اول يوم، ما تستناش لما تتخرج وتقول يا ريتني كنت وكنت وكنت عملت الحاجات دي في الفتره اللي فاتت او خلال الاربع سنين بتوع الجامعه. جود لك ان شاء الله ليكم، وشكرا لحضرتك.